وهيك بوصل تأثير أكثر على الوزارة. إذا هذا ما صارش ما بنفعش. سبب إغلاق غرفة الطوارئ هو عدم استجابة وزارة الصحة والمالية لطلبات المستشفى وعدم دفع الأجور. اضطررنا بألم شديد، يمكن هاي أصعب شيء بصادفه بحياتي وبوقف في هذا الموقف، إنك تسكر غرفة الطوارئ اللي هي 160 سنة بتخدم جمهور واسع. واضطررنا اليوم انه نخطو هاي الخطوة حتى نصحيهن في القدس ويعرفوا انه الازمة جدية ويجب حلها. وكمان مرة انا حكيت قبل شوي، قلت انه احنا بنطلب من وزير الصحة، من رئيس الحكومة، من اعضاء الائتلاف في حكومة التغيير انهن يتدخلوا فورا لحل الاشكالية حتى نرجع نخدم أبناء مجتمعنا وأبناء بلدنا كيف كنا نخدمهن وبأحسن من هيك. تمييز العنصري ضد الجماهير العربية من يوم إقامة الدولة موجود ومستمر، وإحنا منحاول سد هاي الفجوات. طلعوا لنا بحكومة التغيير ومليارات للوسط العربي، للأسف الشديد مش شايفين هذا التغيير في الوسط العربي، لا هو في مجال الصحة ولا هو في مجال البنية التحتية ولا هو في مجال مكافحة العنف ولا في أي مجال تاني. فسؤالنا لإلهم، وين المليارات هاي راحت؟ وين انحطت هاي المليارات؟ يعني إذا مش ملاقيين مناسب هال 15 مليون تعطوا له مستشفى معين حتى يقدر يستمر في مسيرته الخدماتية. إحنا مش مسؤولين عن صحة الجمهور، إحنا بنعطي خدمات بس إحنا منقدرش نضلنا حاملين هذا الحمل على كتافنا. مش إحنا المسؤولين عن هاي الشغلة، إحنا بنعطي خدمات والدولة مجبورة تساعد، مجبورة تعطي، زي ما بتعطي ابن صفد، زي ما بتعطي نهرية، زي ما بتعطي بورية، زي ما بتعطي في المركز. كمان أبناء الشمال اللي هي أغلبيتها عرب بيستحقوا كمان يأخذوا زي ما بالدولة من الدولة اللي بيستحقوا، لأنك أنت بتدفع ضريبة لحكومة إسرائيل. إحنا مزبوط أصلنا معروفين مستشفى الإنجليزي بس إحنا مستشفى الناصري. إحنا نخدم، ندفع حقوقنا وواجب، إحنا ندفع واجب، نعطي إلنا حقوق ولكن واجباتنا إحنا مأدينا. ندفع ضرائب لحكومة إسرائيل، ما بندفع ضريبتنا لحكومة اسكتلندا ولا حكومة بريطانيا، وبيطلع لنا الدعم هذا. في العالم أصلاً ما سمعناش بالدولة إنه أي محل ليون سكر بأي مستشفى، يعني سمعناش، ما خطرش بالنا ولا بيقولوا، يعني ولا بسوأ أحلامنا إنه يعني كل السنين كل الأزمات اللي مرقنا فيها كنا نوصل يعني لدقيقة 90 وتنحل، بس إهمال من هالشكل ولا حدا ملكش ولا حدا متطلع. في 700 عامل مش باخدين معاشاتهم ولا حدا هامه ولا حدا هامه. طب احنا يعني ما عملنا اشي انه نجي نقول انه تبهورنا بالمصاريف وهيك. المستشفى كان كل الوقت كان متوازن اقتصاديا، يعني اذا تطلع على كل التقارير اللي بتطلع على الحكومة بحكي على قديش احنا كنا متوازنين، بس لما الحكومة بتوعي بتعطي مصاري وبعطوش كل المبلغ اللي اعطوه، لما الادارة بتكون باني على المبلغ اللي بده يجي، كيف المستشفى هذا بده يدبر حاله؟ يعني لا فيش ظهر، فيش ريزيرف، هذا مش مستشفى اللي بيعمل مصاري، هذا مستشفى اللي هو عموته، اللي هو مش لهدف الربح، هذا بخدم الشعب، بعطي خدمات اللي الشعب عايزها وكل خدمات اللي هي مكلفة. يعني من ناحية في عندك اليوم العمال، بكرة في عندك الشركات اللي بتيجي بتطالب بكل الأدوية والمصاريف اللي بدها تيجي، من كنا ندفع هاي؟ للتأمين الوطني، للضرائب، كيف بدك تدفع كل هاي؟ لما الحكومة مش قايمة بواجبها تجاه هذا المستشفى.